السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الخميس 29/12/2022، احنا الآن بسوق البقر في مدينة معرض مصرين شمال سوريا. الصلاة والسلام على رسول الله. الآن صوركم السوق كاملا، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو، وإذا ما عجبكم يعني عادي اضغط على زر الإعجاب. على كل الأحوال اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الله يرزق الجميع يا شباب. ان شاء الله السوق كويس، ان شاء الله سوق الغنم شفتوا يعني صار له فتره شاد ما شاء الله تبارك الله، وان شاء الله السوق للاحسن ان شاء الله. غالب البضاعه الموجوده بالسوق يا شباب بضاعه تجاريه، قيمه لحم استطلاع، بضاعه ربيع، هذا المعتاد بسوق البقر. اي نعم، اللي عنده مثلا بضاعه مثل بقر حليب كذا غالبا تلاقونها بالمرابط، ما تلاقونها بالاسواق يعني. يعني اللي عنده بقرة حليب تحلب 30 كيلو ما في داعي ينزل على السوق 100,000 تاجر و100,000 شخص موجودين بهالمنطقة يجون يأخذونها من عندك من المربط، فما في داعي تنزل على السوق. فلذلك تلاقون سوق البقر بقرة الحليب فيه قليل. ولذلك احنا رحنا الأسبوع الماضي شفتوا صورنا عند مربط عمنا أبو صبوح الحريري، يعني مشان ما تزعلون منه تقولون والله ما تهتم بسوق البقر، لا قام نهتم بالسوق، ولكن قام نصوركم البضاعة الموجودة. احنا اهم شيء عندنا المصداقية، اهم شيء المعلومة تكون صحيحة 100%. يعني مو معقول اجي اصور بقرة تحلب 8 كيلوات وقام تنباع قيمة لحم واقول لك هاي بقرة حليب، لا هاي مي بقرة حليب، هاي قام تنباع قيمة لحم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كأني شايف البقارة بهالسوق. شلونك ابو عدي؟ شلونك؟ شخبارك؟ شلونك؟ شلونك عدي؟ شلونك؟ شخبارك؟ شو عم تجار ولا دلال اليوم؟ اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. هذا علي بازار الان عند اخونا ابو عدي البجاري. اللهم صل على محمد. ايش قد قام تدفع بيه ابو عدي؟ والله اشتري هذا بس ما بنلاقي صاحبه، مو هذا. ايوه هذا الكبير. هذا الكبير. اي معناته عدي مو شربان شاي. عدي مو شربان شاي. شقد قيمته هذا اليوم ابو عدي؟ شقد قيمته تقريبا يعني؟ شقد يعني يتقيم هذا مثل الباء؟ اي نعم عجل. العجل اليوم اغلى من البكيره. العجل اغلى والبكيره مشتغله. اللهم صل على محمد. كويس السوق. كويس اللهم صل. اي عم يقيم وتقييم. ترى ابو عدي عليه وعلى غيره يعني يا شباب. اي نعم رجال معدل ابو عدي. حياك الله، حياك الله يا هلا بك، الله يحفظك، الله يسلمك ويبارك بك، الله يسعدك ويبارك فيك. عم يطلب بيت دلال اخونا مهند ابو سطيف مهند بدله، عم يطلب فيه 500. ويوب حمزيه. اللهم صل على محمد. ها عدي عندك شاي؟ جايك والله، جايك ركض والله ركض. عراقيه والله. عراقيه ايه؟ جاي عراقيه. اصليه يعني تعتبر. اي نعم. والله البيازير شغاله يا شباب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله اخونا مهند. ما شاء الله تبارك الله. والله البقره كبيره. ايش قد قام تطلب بيها ابو سطيف هاي؟ والله بدها 900 دولار عم يعطوه 800 للقصاب. ايوه قيمه لحم. اللهم صل. ما فيها حليب خالص؟ لا. والله كبيره يا اخي ما شاء الله، عملاقه بقره عملاقه، ذرتها خالصه يا شباب مضروبه. اي نعم هاي اسعار اليوم قيمه لحم يا شباب، شايفين بقره ما شاء الله عن قد 3 بقرات. اللهم صل على محمد. قيمه لحم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يرزق الجميع، الله يرزق الجميع ان شاء الله. والله بيت اللبه ما ينحزر عليهم، هم تجار جمال ولا تجار غنم ولا تجار بقر. حي الله الشباب. اقول بيت اللبه ما ينحزر عليهم، تجار غنم ولا تجار جمال ولا تجار حاش كمان. خيل خيل. اللهم صل. بقره حليب ما شاء الله. حليب الصلاه على النبي. ايش قد حليبها ما شاء الله؟ 20 كيلو كفاله ببيت. كفاله. هاي اللي وراها عجل ولا عجل؟ وراها عجل. عجل. وصلت 1600 دولار. 1600 دولار. اللهم صل على محمد. سنها ايش قد سنها ما شاء الله؟ ثالث بطل. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شوف شوف هاي بقرة حليب. الآن لقينا بقرة حليب صورنا لكم اياها.
عم يكفلها اخونا 25 كيلو وراها عجله مو عجله عجل اللهم صل على محمد وراها عجل اليوم العجل اغلى من العجله يا شباب العجل اغلى من العجله بالسوق اللهم صل وسلم على نبينا محمد ثالث بضم كفاله 25 كيلو عم يطلب بها 1800 دولار وعم يندفع له بها 1600 دولار بس اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما شاء الله تبارك الله ايش قد تاكل باليوم ابو ايش قد تسعة لا اللهم صل على محمد خلطه حليب نعم اللهم صل على محمد الله يجزاكم الخير يا شباب والصلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله ضاع زين والله نظيف المغرب حلبته الصلاة والسلام على رسول الله بركة من الله بقرة حلوة وزينة ما شاء الله تبارك الله هولندية مو هولندية حرة اللهم صل وسلم على نبينا ما شاء الله تبارك ذرة طيبة شكل زين اللهم صل على محمد حجمها زين يا شباب ما هي المربوعة وصغيرون لا زينة ذرتها كويس السلام عليكم عمي ابو سطيف شلونك شو اخبارك شلون السوق اليوم عندك والله السوق غالي طالع اللهم صل على محمد ايش قد قام ينباع اللحم اليوم والله اللحم سوق بينك يعني نعم نعم ايوه هذا حس 3 ل 84 85 هيك ما وصل 3 ما يوصل ثلاثة. اي نعم اللهم صل على محمد البيع اكثر شيء على بضاعه الربيع اجل المعنوي بضاعه الربيع اينا يلا يا رب اينا الله يرزق الجميع ان شاء الله الله يحفظك الله يجزاك الخير عمي ابو سطيف الله يبارك فيك يا سيدي ما شاء الله تبارك الله عجل فحوليه يا شباب الصلاه والسلام على رسول الله هذا الاخونا ابو محمد حجويس اللهم صل على محمد ايش قد قام تسوم ابو محمد والله 1300 ما شاء الله فحل ها فحل كفاله أمه ألمانية ايش قد سنه ابو محمد عمره 10 بس 10 سنه هذا أمه اللهم صل على محمد كفاله فحل الصلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد وصل 850 دولار يا شباب طبعا ما راح ينباع بالسعر هذا الفحل احسن من هيك اللهم صل على محمد وفق البيع عمي ابو صبوح شلونك شخبارك شلون صحتك وفق البيع بين الشباب ابو صبوح اذا يتدخل تزبط الامور اللهم صل على محمد ايش قد تتوقع وزنه ابو محمد اي نعم نعم بس فحوليه ما شاء الله هو يبيع فحوليه نعم اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله للتلقيح غير شكل ما تفقد المعلمية دائما ما يتفقون لولا ابو محمد لولهم دراويش يتفقوا والمعلمية ما يتفقون دائما المعلمية يتفقون لا والله المعلمية دائما يختلفون كل واحد يريد يمشي كلمته هون هون ولا عم يقول له ابو محمد سلمان عم يقول له قيمته 1000 تقريبا يحاول يوفق البيع على 1000 لا الشاري راضي ولا البايع راضي تعال اللهم صل على محمد بعد ما كيلي الالف لا بس كيلي الالف والله انهزم انهزم الرجال ما مو حوالي اللهم صل والله الميزان شغال يا شباب ما شاء الله تبارك الله السوق شغال ان شاء الله على 950 950 وما والله والله حج ويس ما شاء الله يعني بضاعته نظيفة صراحة شيء نظيف اللهم صل على محمد هنا ما شاء الله فحولية وموسمين يعني لما يطلع على ظهر البقرة أثناء التلقيح ما هو السمين الثقيل اللي يخوف أنه مثلا والله يبركها مثلا لا خفيف
فحل البقر لازم يكون خفيف، يعني إذا يكون وزنه مثلا 500 كيلو يطلع على ظهر بقرة والله ينزلها بالأرض، خاصة إذا كانت بكيرة أول بطن وكذا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. أهلين الشهرين خيره، شلونك شباب؟ ما تم البيع لسه، بضاعة نظيفة ما شاء الله يا شباب، شغل فلولية. الصلاة والسلام على رسول الله، لسه ما وصل عمره سنة. متحسن سوق البقرة شباب، متحسن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يعني على غير ما سبق. قبل كان يعني، اليوم ما شاء الله يعني شفنا بقرة حليب، شفنا فحل صورنا ما شاء الله، شفنا عجول، حركة السوق، الناس متفائلة، يعني مبين يا أخي السوق متحسن، مبين بوجوه الناس إن السوق متحسن. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللي يشتغل بسوق البقر بده يكون يا شباب حيل ومتين وصامل، شغل الغنم هيك بدك تكون على الهادي. اللهم صل على محمد. ابو صبوح الست عم يعطونا فيهم، نعم، 650 دولار بالبطن. جباره جباره قيمه لحم. اي لحم فيها، ما في ولا حليب خالص نهائيا. اللهم صل. بس والله خشانة عمي ابو صبوح، يعني اذا ربطت يعني ما في طلب للحم. نعم ما في طلب على اللحم. الله يعوض على صاحبه. امين. اللهم امين. الله يعوض على صاحبه. عمي ابو صبوح توقع ايش قد اوزانهم مثلا هيك يعني تقديرا؟ بال 500 كيلو اذا ربطت تسمنت. هنا اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قيمة لحم يا شباب 600 دولار جبارة. ده حق تشوف اضرار يجيك اللي ما عنده خبرة، اللي ما يعرف بالبقر، مو جاني بقر. السعادة يا شباب اغلب يعني شغلنا بالغنم، احنا خط الشامية، انا من الشامية، من دير الزور من الشامية، اغلب شغلنا بالغنم. شباب خط الجزيرة يعني شغالين بين الغنم والبقر، يعني اخونا ابو مريم يعني اهله مربين غنم ومربين بقر، فمثل هاي الابقار يعني يجيك واحد ما عنده خبره يقول لك شوف البقره ذرتها كبيره والله بيها حليب، ما بها ولا قطره حليب، شايف ذرتها ايش قدها؟ ما بها ولا قطره حليب. يجيك واحد ما عنده خبره يقول لك هاي بقره حليب وقيمتها قيمه بقره حليب، لا قامت ما يندفع بها 650 دولار بس. ليش؟ لانه ما فيها حليب، ما عنده خشنه ودحك ضرارن، دحك ضرارن تفاجئك. يعني اذا اريد يعني اذا اريد اصور هالبقر هذا هيك واعرض واقول لك ما شاء الله ابقار حليب تحلب كذا وتعطيك معلومات من عندي بدون ما اتبع المصداقية، انت تنغر لما تشوف ذرة مثل هاي ما شاء الله تبارك الله، تقول والله هاي بقرة حلابة ام 30 وهي ما بالدمع. الصلاة والسلام على رسول الله، الله يرزق الجميع. شباب شوف هاي بقرة الان، بقرة حاطة مقربة على الاولاد، اول بطن ابو صلاح، ثاني بطن مو. الصلاة والسلام على رسول الله. قد صارت الدفاع بها ابو صلاح؟ فوت بهالمع مع ابو صلاح، فوت بهالمعركة. ايش قد دفعت فيها؟ 2400 دولار. حاطه على الاولاد ايش قد بدها وتولد؟ 15 واحد. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. دفع بها اخونا ابو صلاح 2400 دولار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله تبارك الله. ايش قد فاصلين؟ ايش قد فاصلين ابو صلاح؟ 2800 فصل؟ فصيلي. اللهم صل. والله خشنة عملاقة ما شاء الله. يا ابو حمزه ب 2450 دولار نعطي فيها، ما تم البيع. بضاعه ما في منها يا ابو حمزه. اللهم صل على محمد. بس نوادي ما قاعد، بضاعه زينه والله. الصلاه والسلام على رسول الله. شلون ابو محمد؟ ابو احمد. شلونك ابو محمد؟ شو اخبارك؟ اللهم صل. الله يعطيك. انت تشتغل بالبقر ولا بس بالعجول؟ لك ما كل على البيع بس نهائيا. لا ما اشترينا شيء. اي نعم. واقفين اليوم حاليا. اي نعم. اللهم صل. 2450. احنا بناخذ 50 دولار. يا سيدي انت حكى. ايه ابو محمد زبط البيعه. السعر اللي بيعطيه زياده عن عجزه. زبط البيعه بين الشباب. هو وضع جميل. ابو محمد له نصيب. اهلا وسهلا. انا من السبه ما بدي احطه في البيت. انا بدي رصيد لك. 24 ونص. 28 باع ما باع. الله 24 دولار. اللهم صل. بدي اشيل اطلب مزرعه. بدي اشيل اطلب مزرعه. بدي اخذ 50 دولار. والله ما بتخرب. لا يا انا بدي اخذ 50 دولار. والله ما خرب. ما خرب يا حاج. يا وصلت 2400 يا شباب. 2450 دولار. الصلاه والسلام على رسول الله. تعال نشوف. تعالوا تعال نشوفها. والله بقرة عملاق. اشوف الرجال واقف جنبها اعلى من رجل. بعلات جمل ما شاء الله تبارك الله. عملاقة والله ما شاء الله تبارك الله.
الصلاة والسلام على رسول الله. أكبر بقرة موجودة بالسوق اليوم يا شباب، ما في أكبر منها، مستحيل يكون في أكبر منها بالسوق اليوم، ما أتوقع أنه في أكبر منها بالسوق. اللي دحق عليه من بعيد وما ينتبه لذرته يفكرها عجل، مو أبو مريم؟ ما شاء الله تبارك الله، شيء مميز جدا. أبو صلاح معلم وخبرة وعنده مزرعة ورجل يعرف إمتى يشتري وإمتى يبيع، دفع بها 2400 دولار. 2400 يعني صراحة الصلاة والسلام مو سهل يعني 2400 حق سيارة، والله حق سيارة ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. 2400 دولار يا شباب طالع، يفصلها 2800. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما شاء الله تبارك الله. فصلها عم يفصلها، فصل 2800 وصلت 2450. كيفك يا معلم؟ انت صاحبه مو؟ شو اسمك؟ فاروق. فاروق على راسي والله يا ابو فاروق، الله يسلمك على راسي يا فاروق، الله يسعدك. هاي عندك تربيه ولا تجاره عمي ابو احمد؟ لا مشتري يا ابو مشترى. اللهم صل على نعم، اللهم صل على محمد. بس ما شاء الله ما شفت اكبر منها بالسوق. طبعاً يريح يطيب. اللهم صل على محمد. إعشار شقد بدأ وتولد؟ بدأ 15 يوم ونص أيام، إيش إلا 10 أيام زيادة. أي نعم، نعم 20 يوم وتولد إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله، الله يبارك لك بها والله. ما شاء الله تبارك. عجول عجلات، شوف عجلات الثلاثة عجلات. ما شاء الله تبارك الله عمي محمد. شقد طالب بهن ما شاء الله؟ والله مطلوب 1200 ثلاثة. بالثلاثة اللهم صل على محمد. والدفع ما صار بين شيء؟ ما ندفع بين شيء. 1200 دولار وبازار لسه في بازار. أيه. اللهم صل على محمد. ايش قد عمر من هذا النعم يا محمد؟ 6 شهور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بنات 6 شهور. اللهم صل على محمد. كويسه بضاعه، كويسه ونظيفه. الله يسعدك. اي نعم كويسات. كيفك ابو عبدوش اخبارك؟ الله يسعدك الله يكرمك. انت بس خليك قريب من بيت دحرج وما عليك. لا تاكل هم. اي نعم. على راسي عمي ابو عبد الله، جزاك الخير وبارك فيك. يعني مثل البضاعه هاي اليوم حركت السوق عليها اكثر شيء، على اكثر مطلوبات اليوم. اي نعم عليها طلب. السوق العربيه على الرجل. اي نعم. اللهم صل على محمد. بشكل عام كويس السوق ابو عبدو؟ اي والله كله كويس. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الله يبعث الخير، الله يجزاكم الخير يا شباب. انا اول ما اشوفك من بعيد يا ضرر انا افكرك بيطري. هيك شغل أستزة ما شاء الله عليك. الله يرزقك. عجلة هاي ها؟ عجلة. اللهم صل على محمد. شقد طالب بيها ضرار؟ 350. ندفع لك بيها شيء اليوم؟ 300. وصلت 300 دولار. والله بضاعة نظيفة وحلوة. لسه مشتريها جديد ما؟ اي مبينة يعني. اللهم صل على محمد. شلون السوق ضرار كويس؟ في بيع في مشترى. الحمد لله. الله يبعث الخير. على راسي يا ضرار. الشباب هاي موجودة عند أخونا ضرار الليل وبيها مصلحة. يتواصلوا مثل هاي. ايش قد عمرها ضرار؟ من الستة وتحت اللي له بها مصلحه يتواصل معنا. شباب ضاعة زينة وعلى قد مصرياتك. اسمك باسيل؟ اي نعم. نازل مع ضرار، تعلم المصلحه، القط المصلحه. ايش قد عمرك؟ ايش قد عمرك؟ 10 سنوات. خلاص قول لي من عمري 10 سنوات بالسوق. خلاص يا شباب والله. اللهم صل على محمد. فريز ما شاء الله. جوز بخمس ونص بلاش. الجوز ب 550. الصلاة والسلام. نعم. اندفع لك بين شيء؟ ما صار بين دفع. اللهم صل على محمد. الجوز ب 550 فصل. ايش وبع كانك بدك تنتحر. عم تكب. هنا. اللهم صل على محمد. ابو محمد يا شباب مرابحه بسيطة يعني. هنا. ضاعة كويسة ابو محمد. عم يقولوا 200ات 200 200 هالعجلتين. عجلات مو ابو محمد؟ عجلات 200. جوز عجلات. فصلت ال 200 200 يعني؟ عم يعطينا فيها يا كسر حق 150. لا مو دفع. لا لا. مو حق. ابو عدي يسون اكثر من 150 هالعجلات؟ يسون يسون. ايه. حق الاكثر حق الوسيم ربع. رجع القصر كثير. 225. لك ابو محمد درويش بس 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 الكوش اللي بقرمه يبيع. اذا يلاقي مربح 20 ليره يبيع. 225 عزم شويه. عزم شويه 250. نعم. اللهم صل على. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما شاء الله. ايه باسل عزم بيها عزم بيها. اسمك انت تاجر جديد. جديد على المصلحه. الله يجزاك الخير ابو محمد. على راسي والله. علي من وين انت علي؟ ها؟ ايوه 550 دولار. اللهم صل على ما ايش قد ايش قد ما صار فيها دفع لسه؟ لسه ما صار فيها دفع. تحت الفحل. اللهم صل. لسه ما حد دفع شيء.
فصلها فصلها ابو احمد فصل فصل 550 550 دولار فصل. امبارح بي شخص تواصل معي بده بضاعه من هالبضاعه هاي، ان شاء الله اذا رجع تواصل معي على ابو احمد نعطي رقم خير ونخلي خير ويتواصل. اللهم صل على محمد. بضاعه حلوه والله ما شاء الله تبارك الله، وقفتها زينه وعلى قد مصرياتك يعني مي غاليه. اللهم صل. اي نعم تحت الفحل. اي نعم ضرتها كويسه ما الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. عيون عن جدي هاي. الله يبارك هاي عن لنا عن جدي هاي. اي مو تقعد تشتري انت من ربجك ما يمشي الحال. اوعك دير بالك. ما اشتري من ربجي. اي نعم دير بالك من الشغله هاي. اللهم صل على محمد. حلوين شيخ حلو. هاي كمان بضاعه اخونا ابو احمد الصلاه والسلام على رسول الله. اهلين بالشباب. انت ابو رضا ولا ابن ابو احمد ولا هذا ابن ابو معاذ؟ انت ابن ابو معاذ. ايه تذكرتك ناسيك يعني والله. الله يعين. اللهم صل على ما شاء الله تبارك الله الصلاه والسلام على ما شاء الله. والله والله حلوه ما شاء الله. ايش قد طالبين بها يا عدي؟ خذها ب 50. ايش قد قام تطلبون بها؟ 350. ودفع ما صار فيها شيء؟ ما وصلت 175 200؟ لا احسن احسن من هيك. احسن من هيك لازم. اللهم صل على محمد ما شاء الله بضاعه حلوه. 240. اي نعم. مثل هاي ايش قد يطلع عمرها؟ لا والله من 5 شهور. اقل من 5 شهور. اقل من 5 شهور. اللهم صل على محمد. الله يعينكم. اللي يشتغل بالبقر بده يكون معزم مو سوالف. والله السوق يا شباب على غير المعتاد، زحمة ما شاء الله ما شاء الله، خلق ورزق اللهم صل على محمد، وين ما تصد رزق اللهم صل على محمد، وبيازير على غير المعتاد اللهم صل وسلم على نبينا ما شاء الله تبارك الله. وصلنا ربج عمنا الدلال ابو عبده غنيم. والله فارس والله اثمنات يا اولادي يا اثمنات ها والله فارس ابو فارس جماعه اشتريت فاعه على 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 البلاشات ان شاء الله 6 ربع قيمة لحم الشمال البقر بلا عيب بلا عيب العافية في السوق ربيع يا شباب بقرة لحم عم يندفع بها 600 دولار 625 عم يتحاكوا بين 600 و 650 دولار أسعار قيمة لحم. الله الله يربحه تم البيع تم البيع تم البيع على ما ذكر. شوف يا شباب اليوم ما شاء الله السوق حامي وعلى غير المعتاد ما شاء الله، والاسعار غاليه وفي بيع ومشترى تقريبا على كل شيء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شوفوا لما لقينا بضاعه لقينا سوق، صورنا سوق سوق طيب يعني. اي نعم. فالشباب لا تلومونا يعني لما ما نلاقي سوق نصور الشيء الموجود يعني. فاليوم ما شاء الله تبارك الله صورنا كل شيء. اللهم صل على محمد. السوق حامي والبيازير لساته شغاله. الان يجوز الساعه صارت يعني 10 تقريبا والسوق شغال ما شاء الله تبارك الله وعاجل. بيع ومشترى الله يرزق الجميع.